تحية لكم المتتبعين ديالي العزاز، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. جيتكم بنهار جديد وفيديو جديد بعد ما مشينا للعروبيه وجينا وتشمشنا من عاود شتيكم على الحراره، اللهم بارك ما شاء الله على الحراره. ما نقولش لكم عرفتي كاين الحراره هاد العام لا في المدينه ولا في الباديه، صراحه الله واش دات فينا الشمس بال معقول خاصكم دوك هذيك تشمشات برونزات قبل البحر. المهم جيتكم اخواتي بلا ما نطول عليكم بفيديو جديد، ماشي اول مره، هذه ثاني فيديو اللي تحط طلب ديال المتتبعين ديالي العزاز اللي هو الاعتناء بالقدمين. انا خوتي غنشارك معكم هذه الوصفه اللي ديجا شاركتها من يلا فتحت القناه وجربوها الاخوات وصدقت ليهم قالوا والو التكالية الصيف هذا وخاصك دارو تشاركي معنا داكشي ديال الوصفات اللي تشاركي داك العام. المهم خوتي هذا الفيديو اللي غادي نشاركو معاكم هو الاعتناء بالقدمين. ما نوريكمش رجليا كي حالتهم كيولاو مع العربيه كتعرفوا التراب والشمس وهذا، انا راني دوشت ولكن تعمدت نخليهم على حقيقتهم تشوفوهم. هو دابا غنجيكم نبدا معاكم ان شاء الله. بسم الله بسم الله. ايوا خوتي شوفوا تصبو غادي الشمس، شوفوا ها انتما خوتي ها انتما قدامي كيف دايرين. مهم باش ما نقول كلشي قدام عينكم اخوتي، ها ها انتما شو انت تصبو غادي الشمس وقشبوا لي رجليا من هنا بغا يولي فيهم المشق. سمحوا لي انا كنصور راسي، ها انتما خوتي باش ما تقولوش دوك عليا كذبات عليكم ولا شي حاجه. شوفوا مو خوتي ما تضحكوش عليا على الصباغه راني درتها، قالوا لي البنات مشيت عند واحد السيده اللي هي عزيزه راك شاركتها معاكم شحال هذا، شاركت معاكم الحنه كانت دارتها لي ودارتها لي في ظفاري. ها انتم والله القاسم اللي كنبغي ندوي مع بناتي كندير كنخبي يديا نهضر غير في هاد لي دابا في هاد اليسرى. قالت لك والو هي تخبي هذوك الشيء بالصباغه، راني درتها غير نكمل الفيديو غنمسحها خوتي نحيدها معاها كنصلي معاها نخليهاش. مازال الوقت اللي ما كنكونش نصلي راكم عارفين كندير هذيك 6 ايام في الشهر ولا 5 ايام، من بعد كنمسح نزولها نحيدها بداك الماء ديال الصباغه. ايوا حبايب ها انتم معايا سنشارك معكم الخلطه. قبل ما نشارك معكم الخلطه غادي نقول لكم شنو ندير، بقاو تابعين معايا مرحله مرحله. هذا درتو تحت طلب ديال المتتبعين ديالي العزاز ديال المشاهدين. اخواتي العزاز نشارك معكم المرحله الاولى. بسم الله ديما ديروا التوب في الحال باش غتشوفوا اش غيخرج ليا من رجليا. التصبغات دوك جوج بنيات كلها غادي نفرقهم بهذيك الثنايا ديها لي راه مغاليش اخواتي، كدير 10 درهم 13 درهم مغاليش بزاف انا رخيصه. بسم الله دابا غنسمحو لكم هما ناشفين، ها انتم قدام عينيكم غادي نعمل والو. بسم الله ما ردوش ولكن انا تعمدت ما بغيتش نحكم بغيت نشارك معاكم داك العمر تشارك معاكم تجربه حنا في كيما دوزنا مع واحد الايام الصيف كنت معاك باش تحط معايا ثلاثه بزاف الباديه والشمس غير في الاول ان شاء الله الصيف هذا طالبين تخرج بزاف خاص طالبين باش نشارك معاهم
خوتي هذا الماء حكيت الاولى حيدتها حتى تنشف، الثانيه نشوف بحال الفوطه بحالك. سمحوا لي اخوتي، سمحوا لي بزاف بزاف، خاصكم الدكرية ما مولفاش. ها انتو شو شحال ولاو حمراين، شو مزيان الماء. سمحوا لي اخوتي، سمحوا لي، راني شمعان من صراحه هذا الطالب المشاهدين. ها انتم اللي كتبوا صبوعات وليكم كبيره، كل حاجه بقات غير الصاله الا بقات هذه الصاله، مثلا كتبقى كتكون عندنا هذيك تمشي شويه في ديال الرجل، هي اللي بقات الصبوعات كلها حيدت الحمد لله. ها انتم جايه، اللهم بارك. هاتي كتزلم هنا زلمه، اسمح لي راسي لك. ها انتم اخوتي، انا تجي قدام عينيكم، اسمح لي هات. سمحوا لي هذا الاسم، انا كتصنت لها باش ما عرفش لي صافي. ها انتم اخوتي، سمحوا لي بزاف عاد منكم هذا الفيديو عزبيين اخوتي، وصفه مجربه اللي هي رخيصه وموجوده في كل البيت على حساب البيت عندنا ديما. دابا ندوزو للمرحله الثالثه، عندنا طالينا جينا عرفتي بحال اخوتي، عرفتي جلدت ولات بزاف ديال كاع جيت كنحط حنا ديت بغينا نصور شويه بكره نصور صوره الصباح حيده ولا لازم نعملوا عمل حيده كنهضر عمل كيفاش حنا. ايوا دابا كنخرج كل علاش ولا فلو علاش متعوض. هما دابا المرحله الاخيره بسم الله. هنا اخوتي كاين نيفيا غير كتشوفوا علاش ولا كرفيسه من خلطه ديجه وضربت نشارك معكم. كاين هنا عندنا سميتو اسمها بهادي فازلين، هذا 5 درهم عند مول مجاري 5 درهم موجود. هذا تقريبا تقريبا عند اكثر ممكن كانت عندكم نيفيا نيفيا وشي بعد كرفيسي ما كانش عندكم جاتكم غاليه اللي فيها ديك هذا شي 15 درهم 20 درهم هذيك كتسمى 10 درهم بلاص. هذا 5 درهم تقريبا زياده هذه هاد الفازلين فاخره ماشي ولا قصه ولا فاخره. بسم الله دابا ندوزو للمرحله الاخيره. ديروا غير شويه ماشي بزاف، هذا كنقسمو غير بجوج باش نربط رجليكم هكا قريب. لو خصكم عيسى دخلت ندير كريم رجليه. وخوتي انا ساليت دابا هذه المرحله الاخر باش نبقاو رطيبين في الحر. في الحقيقه انا فرحانه برجليا، هانت بلا رطيطه بلا رطيطين القديمات رطبين بحال هكا. واخا شويه كانت شويه التماره لان الحال سخون والحراره وانا بالك خاصكم لعب الزلي كاع المخده كل مره غادي يزال قاعد الكاميرا. ها انتم اخوتي وهذا هو الفيديو ديال اليوم ديال باش وقف رجلك بحال هكا الاهتمام بالقدمين بحال هكا. لا ديري هكا ايه شوري مع انت اختي سحبي لي غاش هكا معجنهم خليهم شفتي قلتي وري لا لا باش تبان النشيج. ها هو واخا تصوير كاع ما كي جلده ولا ترطب 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 ولي كنبقيت كنحك فيهم حتى حسيت بحال قدامي بدا بحال كيحرقوني هكا ناشفين وعاد عاودتهم في المركب شي شفتوني ديما هاد الكريمه اللي ما كانش ديروا غير كاع نيفيا بوحده ماشي مشكل اللي دي قالت تاهما ها انت ش قلبي يدك ليت غير شي طوين الله تودي عم المشاهدين والمتتبعين ديالي العزاز. شكون لي اختكم الذكريه راه تعرق المتتبعين ديالي العزاز سمحوا لي في هذه الجلسه هذه سمحوا لي والله حيت ما لابسه في الصدر ما غاجيش الفيديو مقدر اضطريت ندير مخده ونجلس في الارض باش نصوب لكم الفيديو هو هذاك. نتمنى الفيديو عجبكم ونتمنى ان الفكره توصل لكم وهذا هو مكان حبايبي ملي ديروا الفيديو تشوفوا تفرجوا فيه وجربوا هذه الوصفه جربوها باش ما كان ردوا عليا في الكومنتار شي كومنتار ديالكم زوين ما تنساوش ديرنا لايكات تابعوني ان شاء الله قبل ما نحبس الفيديو. الفيديو ما جاش ان شاء الله لا غنحط ديال علاج حب الشباب باقي غنحط الفيديوهات اللي هما زوينين ديال الوصفات ديال البشره وداكشي اللي هما مجربين. السلام عليكم اخوتي ما تنساوش لايك لايك لايك.